السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو القصير غادي نهضروا على التسوية أو تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين المتواجدين حاليا على التراب الإسباني. فحسب المعطيات الأولية تشير أن هذه التسوية اللي بغات تدير إسبانيا ما عمرها دارتها منذ 15 سنة، يعني آخر مرة كانت في 2005، وقررت إسبانيا التنازل على الكثير من الشروط اللي كانت دايرة لكي يستفيد الجميع، ولكي يعني القانون يشمل الكثير من الناس أو الأغلبية الساحقة. تم تقديم القانون من طرف مجلس الوزراء اليوم ووافق عليه، تمت الموافقة عليه اليوم 26 خوليو، وسيدخل حيز التنفيذ يوم 15 أوت أو كما يعرف ب أغسطس، يعني الشهر الثامن. هذا القانون هو قانون مولتيبلي، يعني شامل، في عدة أنواع، وكل ممكن كل فيها باش يصيب جميع الفئات سيصيب منهم هذا القانون، فهو قانون مختلط سيشمل الجميع والكل سيستفيد منه، لأن في إسبانيا في اللائحة عاطية عنها غادي يكون المستفيدين، سيصل عدد المستفيدين إلى أو سيتجاوز 100,000 مستفيد في هذا القانون هذا، وهذا قانون كبير يعني، وهو من القوانين الكبيرة اللي دازوا في إسبانيا، بحال قانون اللي كان داز في التسعينات، وقانون جا من وراه في نهاية 99، وقانون آخر في 2005. هذا مكان يعني ثلاثة القوانين اللي فاتت إسبانيا، وثلاثة القوانين ولا أربعة، وهذا غادي يكون قانون بحالهم حتى هو، يعني يشمل الجميع اللي جا غادي يشد فيه الأوراق، ومية واش يعني مية يفوت 110 وقيلة، 110 ماشي سهلة، يعني الجميع اللي تزير، اللي زير غايشد أوراقه، واللي ما زيرش راه ما غاديش يشد أوراقه. حتى القوانين القديمة اللي دازت كانوا الناس اللي زيروا جابوا داكشي اللي طلبوا لهم بالبروفات ديالهم وشدوا اوراقهم، وكاين الناس اللي داز عليها القانون حتى هما ما شدوش اوراقهم. لهذا حاول انت ما يدوش عليك هذا القانون وما تشدش فيه اوراقك، خاص الجميع يشد القانون، يشد اوراق ديالو في هذا القانون، كنصيحة فقط، والله المستعان.